بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الصف السابع من مدارس هبة الله. نرحب بكم أجمل الترحيب في سلسلتنا التعليمية، مكملين معكم بإذن الله. اليوم درسنا عن المحفوظات بعنوان أنا الأردن للشاعر سليمان المشيني. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أنا والمجد والتاريخ والعلياء والظفر، رفاق مذ كان البدء والإنسان والعسر، من سمائي شع نور الحق يهدي البشرية، من ربوعي سار ركب الخير ركب المدنية. أنا الأردن، ضرب الأمثال شعبي بالشهامة، يحمل الفأس بساعد، يرفع الرمح مجاهد، يتحدى الهول صامد، صاغ نصر العرب في يوم الكرامة. أنا الأردن، ملء عين الخلد آثار العظيمة، الفنون الخالدات والقصور الرائعات والقلاع الشامخات، تروي عن أمسي وأمجاد القديمة. الآن رح نتعرف مع بعض على الشاعر اللي قال هذه الأبيات، وهو الشاعر سليمان إبراهيم المشيني، شاعر أردني ولد في مدينة السلط، عمل موظفا في الإذاعة الأردنية، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرها العام. من مؤلفاته مسرحية بطل من أوراس، وديوان صبا من الأردن الذي أخذت منه هذه الأبيات. طبعا اسم الشاعر وأحد مؤلفاته حفب. تحدثت الأبيات عن هذه الأفكار، وهي أن الأردني تاريخ عريق، ومن أرضه شع نور الهداية للبشرية، تضحيات الشعب وأعماله البطولية في يوم الكرامة، الآثار الخالدة والأبنية الرائعة قديما وحديثا. وردت في النص هذه المفردات اللي هي: الظفر، النصر، شع سطع، الربوع، أنحاء الوطن وأرجائه، الشهامة، العزة والترفع، الهول، الفزع والخوف، صاغة بمعنى صنع. رح أعرض هاي المفردات بدل الشرح، ورح تكون حفظ. المجد هو الشرف والعزة، العلياء العلو والفخار، الظفر النصر، العسر الدهر أو الزمن، شع سطع وأشرقه، الربوع أنحاء الوطن وأرجائه، ركب قافلة ومسيرة، الشهامة العزة والترفع، مجاهد مقاتل في سبيل الله، الهول الفزع والخوف، صاغ سعى وكتب، الخلد الخلود، القلاع بناء صخري حصين يستخدم في الحروب، والشامخات العالية. تحدث الشاعر في هذه الأبيات عن الأردن أنه صاحب المجد والتاريخ والرفعة والعزة. يقول الشاعر أنه هو والأردن رفاق منذ خلق الإنسان ومنذ قديم العصور، من سماء الأردن لقد شع نور الحق يهدي البشرية، ومن ربوعه سار ركب الخير من أرض الأردن. في المقطع الأول اللي هو يبدأ من عند أنا والمجد لعند أنا الأردن، في المقطع الثاني يصف الشاعر ويتغنى بالشعب الأردني أنه ضرب مثال للشهامة، وأنه يعمل ويتحدى الصعاب، أنه مزارع يحمل الفأس بساعد، وأنه محارب يرفع الرمح ويجاهد، ويتحدى أيضا الهول صامد، أي يتحدى المخاطر والأهوال التي تواجهه صامدا. صاغ نصر العرب في يوم الكرامة، طبعا كلنا بنعرف أن الجيش الأردني حقق انتصار عظيم في يوم الكرامة. بالمقطع الأخير بوصف الشاعر ويمدح أيضا
أن الآثار العظيمة والفنون الخالدة الموجودة في الأردن، أيضا تغنى بالقصور والقلاع الموجودة عندنا، تروي عن أمسي وأمجاد القديمة. هاي الآثار العظيمة تروي عن مين؟ تروي عن أجدادنا، تروي عن تاريخنا، أمجاد عظيمة وقديمة. ويستحق الأردن هذا المدح والثناء. إحنا هيك خلصنا درسنا، ألقاكم على خير في الدرس القادم.